بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بزوار ومتتبعي قناة تاكرو فيكسر. اليوم سوف نقوم بشرح طريقة يعني تحميل أداة TFT in Locker، تحميل أداة TFT in Locker المجانية. وهذه الأداة كالأدوات التي قد قمت بشرحها من قبل، مثل روم تو بوكس وسام فيرم. هذه الأدوات التي يمكن العمل عليها مجانا من أجل تخطي أو عمل بايباس للFRP وعمل فلاش لبعض الأجهزة. وهي من بين الأدوات الرائعة جدا أداة TFT، والتي تدعم العديد من الأجهزة، أجهزة الأمتيكا والأجهزة الكوالكوم، سامسونج، شاومي إلى آخره من الأجهزة. إذا كما ترون، هذا هو الرابط، هذا هو الإصدار الموجود هنا الذي يعمل مجانا. إذا ما عليكم، سوف أترك لكم هذا الرابط تحت. أول شيء هو تحميل هذه الأداة. بعد التحميل نقوم بالذهاب وفك الضغط عن الملف كما ترون هنا، نقوم بفتح ثم نفك الضغط. هنا تقوم بكتابة الباسورد الخاص بها وهو TFT، ثم نقوم بفك الضغط عنها. ملحوظة صغيرة، وهو عندما تقوم بعمل تثبيت لهذه الأداة يجب عليك أن تقوم بإيقاف الأنتي فيروس. يجب إيقاف الأنتي فيروس لأنه لن يدعها تعمل جيدا. إذا سوف نقوم بإيقاف الأنتي فيروس. ثم الآن سوف نقوم بتثبيت الأداة بالطريقة العادية. نقوم بالضغط أكسب ثم نيكست. هنا سيطلب مرة أخرى المود باس وهو TFT ماجيسكيل كما قمنا بكتابته في المرة الأولى. كما ترون هذه الأداة فهي من بين الأدوات المجانية الرائعة جدا، وهي تدعم العديد من الأجهزة. يمكن للذين يبدأون أن يستعملوها من أجل فك حماية الـ FRP وتفليش بعض الأجهزة وإلى آخره. سوف نقوم بالتدرج على الأجهزة التي تدعم هذه الأداة إن شاء الله بعد تثبيت الأداة. إذا ننتظر حتى يتم تثبيت الأداة. الآن وبعد تثبيت الأداة نقوم بالخروج ثم ضغط هنا. الآن كما ترون هذه الأداة قمنا بتثبيتها، نقوم بنقر مرتين ثم وي. سوف نقوم بفتح الأداة. ثم نقوم بضغط لوجين وننتظر. إذن كما ترون فهذه هي الأداة، هي تدعم أجهزة شاومي كما ترون هنا. نقوم بالضغط على الشاومي فهي تدعم العديد من أجهزة شاومي كما ترون هنا، منها سناب دراجون كما ترون، معالجة سناب دراجون والأمتيكا وإلى آخره، ثم أجهزة سامسونج. سوف نقوم بشرح هذه القوائم على حدة في المرة القادمة إن شاء الله. كما ترون أجهزة الأمتيكا ذات تيست نو تيست بوينت وذات تيست بوينت إلى آخره، ثم أجهزة الهواوي، أوبو، فيفو، تكنو، لينوفو، نوكيا، انفينيكس، ابل، ميديا تيك الى اخره من هذه الى اخره. ثم هنا اجهزة الميديا تيك والكوالكوم. صراحة من بين احسن الادوات المجانية
هي تي اف تي ان لوكر اجهزه ازوس كما تعطينا. وشكل كما ترون فالشكل هذه الاداه فهو مثل الان لوكر، مثل اداه الان لوكر المدفوعه. اتمنى ان تكون هذه الاداه تستفيدوا منها وان يفيدكم هذا الشرح، والى الشرح الاخر ان شاء الله سوف اقوم بشرح طريقه حذف الفاربي والى اخره من القوائم. سوف نقوم بشرح هذه القوائم التي توجد هنا في هذه الاداه.